بناخد لك الكنز انت عاملنا هو الناس انت عاملنا. في كل كنز فما الذهب وفما الفضه وفما الدياموند. الدياموند انت عاملنا الانساء. انا عندي حاجتين ما همش قاعدين يدخلوا فيها راسي جمله. الحاجه الاولانية احنا عملنا الكود دو ستاتيو بيرسونيل في عام 1954، عملها راجل ايوه في وقتها بورقيبه، ومن وقتها ظهر لنا اللي تلموا احنا كنا متقدمين على الناس كل، وحقيقه كنا متقدمين وما زلنا متقدمين على برشا بلدان تاع العالم. اما ظهر لنا هذاك يكفي فيه البركه، ما فيش البركه. الانسان تاع بلادنا ما عندهمش ليغاليتي مع الرجال، وهذا ما نرضاش. على خاطر معروف اللي هذوما لي زيكونوميست لي زيستوريان الكل اللي تحب تشوف الاكسبليكاسيون الوحيده اللي لقاوها كيفاش تنجم انت تفسر كيفاش بلاد تقدم اكثر ولا اقل من بلاد اخر، هو شنو الوضعيه نتاع النساء في هاك البلاد. هذاك هي الاكسبليكاسيون الوحيده اللي لقاوها. جربوا كل شيء الباقي، جربوا لي ماتيير بروميير، جربوا البوزيسيون دي مارشي، جربوا اللي تحب عليه الكل، ما لقاو حتى شيء ولو كيفاش البلاد هذيك تعتبر النساء ولا. دونك احنا مش على خاطر في عام 54 عملنا حاجه اللي كانت ثوره في وقتها حقيقيا اللي ما نجموش نزيد نقدموا في الوضعيه نتاع النساء في بلادنا، ولازمنا نقدموا، لازمنا نعطيو ليغاليتي توتال للنساء في لي تيكست الكل. الكل. وما فماش لوما ليغاليتي نتاع النساء في لي تيكست باتوس. ثانيا لازمنا نعطيو ليغاليتي للنساء في العيشه نتاع كل يوم اللي هي اقل زاده من حتى كان في القانون ليغاليتي تقريب وصلناها وما زلنا ما وصلناهاش. في العيشه نتاع كل يوم ما فماش ليغاليتي. تنجم تشوفها كل يوم. نعطيك دو تخوا امثله هكا. عملوا سونداج باش يشوفوا عند الرجال وعند النساء قداش منهم معناتها اختار راجل ولا اختار مرته معناتها هو مقتنع ولا اختاروا ليهم. 30% نتاع النساء نتاع التوانسه هذا في عام 2008 ولا 2009 مع تقريب. 30% نتاع النساء التوانسه باقي يقول لك انا اخترت راجلي وحدي حتى حد محكوم عليه حتى شيء خاطر نحبه هو راجلي. 60% نتاع الرجال يقول لك انا اخترت مرتي. دونك ما فماش ايكاليتي. داكورد. ثانيا امشي شوف القهاوي نتاع تونس. امشي شوف لي ليو بوبليك الكل نتاع تونس، ما نحكيلكش حتى القهاوي. المسرح وكل شيء. تشوفوا شوفوا التصاور نتاع الثوره نتاعنا تاع حبيب بورقيبه. شنو هو البروبورسيون تاع النساء في الرجال؟ ما هيش النص اللي هما النساء في الجمهوريه التونسيه، ماهوش. هذا مش معقول. كي نحبوا ديمقراطيه في بلادنا راهو الديمقراطيه تتعمل في الحكايات اللي على العباد عندهم في القهاوي في الشارع وفي الـ في الـ في الـ في ليزونيفرسيتي وفي لي ليو بوبليك. ولازمنا ندخلوا النساء في لي ليو بوبليك. نعطيك مثال اخر، ما بين الفقراء افقر فقراء تاع بلادنا هما النساء. خاطر كي تمشي في الجهات معناتها فوق اكبر فقراء في الجهات نتاعنا هما الله غالب اللي عنده يزرع معناتها ما عندوش حتى ربع هكتار يمشي يزرع فيه شويه طماط وشويه فلفل يمشي يعيش بهم، معناتها عيشه صعيبه ويخاف على رواحهم وكان فما مطر ولا ما فماش مطر العام الكل نتاعو يتبدل. الانسان في العائلات هذوما هما الاكبر فقراء ما رغم اللي هما اللي اكثر يخدموا. دونك النساء لازمنا نعطيو ليغاليتي توتال للنساء في كل شيء، مش بركه في القوانين، اما في العيشه النورمال. التو دو شوماج نتاع النساء توا اكبر برشا نتاع الرجال. التو دو شوماج قبل في الثمانينات كان اقل، علاش؟ خاطر كنا عندنا كنا عندنا ليزونيتي تكستيل دخلوا برشا نساء يخدموا. توا ولا بالمقلوب، ولاو الرجال يدخلوا اكثر والنساء ما يخدموش. مش معقول النساء ما يربحوش قال ما يربحوا الرجال في فرد خدمه واحد والاخر ما يربحوش فرد صوم، علاش ما يربحوش فرد شهريه؟ مش معقول. هذا الكل ماهوش معقول. انا نقولش عندها المراه التونسيه اقل من المراه البرازيليه ولا المراه الفلبين ولا المراه الباكستانيه ولا المراه الايسلانداز ولا اش عندها اقل. المراه التونسيه مش ما تنجمش توصل كما شفنا حتى لتوا، مش تولي وزيره اولى ولا مش تولي قد ما فما وزراء رجال فما وزراء نساء، مش تولي قد ما فما رئاسه تاع شركات من الرجال قد ما فما رجال. ما قصروش النساء تاع بلادنا راهم. وانا نعتبر اللي المستقبل نتاعنا هو مش يبدا كيفاش احنا مش نتلهاو بنسانا، هذاك هو. وفما حاجه اخرى، فما بلدان في العالم اللي هما شافوا اللي حاجه بسيطه، المراه اللي تخدم اكثر من الراجل. مش في الخدمه بركه راهو، خاطر وقت اللي يروح لدارها بعثت لها بدارها تكون صغارها تربيهم تقوم منهم في الليل وقت اللي يمرضوا، تهزم للطبيب تهزم للمكتب تعلمهم الصحيح والغلط. المراه اللي تخدم في النهار ترجع لدارها مازال تخدم. فما بلدان في العالم يخلصوا هذا. كان احنا نقول الكنز نتاع بلادنا هو الشباب نتاعنا والناس نتاعنا، معناتها الانسان نتاع التوانسه هما اللي لاهين اكثر من الشباب نتاع تونس.
على والمستقبل نتاعنا، خاطر يربيوه في اولا النساء يكونوا الصغار يربيوهم، ومن بعد في امشي في ليزونيفرسيتي اللي ما بين البروفيسور رجال ونساء الاغلبيه اش تلقى نساء، امشي في المستشفى اش تلقى نساء، في ولا باهي في السبيطارات وكل شيء نساء. لازمنا نخلصوا النساء التوانسه في الاعتبار نتاع الخدمه اللي قاعدين يعطوها في الجمهوريه نتاعنا، هذه حاجه. الحاجه الثانيه نعطيك مثال اخر، المراه التونسيه كونجي ماتيرنيتي نتاعها شهري. كيفاش مراه بربي تصور انا وياك رجال قاعدين نحكيوهم، تصور انت كيفاش مراه عندها خدمتها تنجم تبدا على راحتها كنت تلها بالبيبي نتاعها على شهرين وبعد لازمها ترجع تخدم؟ ماهوش معقول. وهذاك نشوف ديجا في العاصمه تونس ولا في سوسه اللي عندها الامكانيات ديجا صعيب. تخيل انت المراه اللي تخدم في الـ في الـ في الفلاحه كيفاش تعمل؟ يجي عندها واحد بيبي معناتها عنده شهرين، كيفاش تعمل؟ مش تتمنى على الصغير نتاعها شكون تلها بها؟ فما كراش هما غادي ما فماش، فما شكون باش تلها بها؟ دوك تخاف على ولدها. فما حاجات لازمنا نعملوهم في تونس، مش معاش النساء تاع الجهات والنساء تاع الفلاحه والنساء اللي عندهم خدمه يقوموا 5 تاع الصباح مش يوصلوا المعمل 7 على ساقيهم، معاش يخافوا على صغارهم. هذه حاجات نجم نعملوهم. ووقت اللي مش نعملوا هذا مش نكون الامكانيات تاع البلاد الكل، خاطر العقليات تاع البلاد مش تبدلوا، والعقليات الكل مش تبدلوا في الناحيه اللي بلادنا مش تتقدم، على خاطر وقت مش نعملوا هذا الكل نساء البلاد الكل مش تتقدم معاها. دونك هذه العركه الرابعه نتاعي، لازمنا نحطوا النساء نتاعنا في اعلى مستوى، مش نتاع البلدان العربيه والبلدان الافريقيه، في اعلى مستوى نتاع العالم الاجمع، على خاطر النساء ما قصروش وعندهم الحق، ولازمنا نعطيهم المستوى الاعلى نتاع العالم. وانا ما نقارنش روحي، ما نحبش نقارن بلادي، على خاطر احنا خير من بلاد هذاك وبلاد هذاك. بعد انت مشيت للمكتب تقارن روحك مع اخر واحد تاع القسم ولا اول واحد؟ انا نحب نقارن المستوى اللي نعطيه للنساء نتاعنا مع اول مستوى نتاع العالم هذاك.